والبث على التصاميم وخرائط قديمة. مرحبا، أنا الشيخ الخامس وكانت مدرسة مشهورة وبدالها لأن هضر على بن سعيد الغرناطي 1200 يعني في القرن الثاني عشر هضر لأنها خلطة مشهورة يعني مدرسة مشهورة يصدر منها القلب والكبير يصدر منها إلى سبتة الجزيرة الأجنبية. فهذه الخرائط كلها تقريبا تشير إلى تواجد نزل. فمن بعد البناء هناك خريطة أخرى كانت من بعد تلال ديال مازاغون وبناء مدينة مازاغون، فكاين مازاغون وكاين المدينة ما بين مازاغون وأجنبية. المدينة هي مازاغون القديمة. يا مرسى مازيغي هي عبارة عن هذا هو مرسى ذاك الإطار ديال مرسى طبيعي ماشي مرسى بحال حاليا عنده حاجز مراسي قديمة المراسي القديمة كانت مراسي طبيعية المراسي الطبيعية أنها كتكون مكتوش حواجز وكتكون الرسو كتكون داخل الخليج وباش كيكون الرسو داخل الخليج كتكون مرسى طبيعي ضروري أنه يكون محمي كيكون محمي من الرياح ومن التيارات المائية بالإضافة إلى أنه كيكون الغرق والغرق وكيكون قريب من الشاطئ غرق طريق قريب من الشاطئ وكذلك ان التربه القعر يكون رملي ما يكونش صخري فهذه الخصائص كلها كتوجد في المكان اللي موجود فيه حاليا ذاك ما يسمى التيتانيك في الغار التيتانيك قبل الشاطئ في 1983 من 1983 في 85 الشاطئ هنا جناح كان جنوح ديال هذيك الباقرة محملة كانت باقرة محملة بالأخشاب من إفريقيا جحت على مستوى الرأس ديال مازاغون جيت سداوي انكسرت على جوج انشاطرت على جوج ثم التيارات المائية حملت هذيك الزقاب يعني الأجزاء ديالها جوج أجزاء ديالها التيارات حملتهم لهذا المرصع القديم فجنوح هذيك السفينة ما كانش في هذيك المنطقة جنوح كان في هذيك المنطقة رأس الجريمة لوكاب ديال مازاغون سيد داوي ما كنت هتسف كان فالمرصع القديمة المرصع القديمة أو مرصع مازيغان تم بالدولة كمرصع طبيعي هو منطقة ديال الحوزية على بعد 6 كيلومتر من البرتغاليين عندما بنوا القلعة البرتغالية كان هناك تحسينات خارجية بالإضافة إلى هذه المنطقة دي خريطة قديمة هناك منطقة تسمى كيسمها ريطامال، ريطامال جات من الرطم، نبات الرطم، وهذاك الرطم يسمى بالعربية الفصحى نبات العادر، هي اللي جا كلمة عادر، نبات العادر هو الرطم، والبرتغاليين كانوا يسموه ريطامال. منطقة ريطامال لأن المنطقة كانت مكسوة بالرطب ثم هناك أزمة هذه خريطة قديمة ديال تعود إلى 1750 كان
كاتب برتغالي اللي عاش هنا في الجديده كيهضر على واحد الغاره قام بها السكان ديال المنطقه على مدينه على القلعه البرتغاليه مازاغون، وعطى اسماء ديال المواقع خارج القلعه، وهضر على مدينه مازيغه القديمه. مدينة مازيغة القديمة حتى التموقع ديالها، فهي في هذا الموقع حسب المسافة اللي عطاو لغاديتها، فهي تتواجد في المكان اللي يطلق عليه حاليا مدينة الجادي. فهذه كلمة ديال مدينة الجادي، فهذا اسم مخترع، اسم جديد. ف هذيك البنايه، هذاك الموقع فهو موقع ديال مدينه مازغان القديمه، وتماك فين كان البرتغاليين مستقرين ما بين 1514 و 1541 قبل ما يتبنى القلعه البرتغاليه ديال مازغان.